هتستهبل يا ولا ولا هتسوق عليا في العبط؟ الكلام اللي هالبت طلبت منك تعرفه عن مرتضى السلموني يا اخوي؟ والكلام ده يهم عبد الله بيه مهنس في ايه بقى؟ لا ما اصلني مش فضيلك، مش هحكي لك حدوتي، تروح تبلغه الكلام ده النهارده والسلام، وبعدين ابقى افهمك. يا وقع كحلي لو هاني هبلغه الكلام ده بنفسي. ايوه بنفسك النهارده وفي مصر. مصر؟ ايوه. امسك يا مدبولي العنوان اهو، تزوق عجلك على مصر بالمستعجل. لهاني هسافر مصر لوحدي يا ريس عبد الرازق؟ ده انا توه، وانت عارف موضوع الموت ده ما خلاش لا حلت ابيض ولا اسود. ايوه ايوه يقول لي قول لي اه من فقرك وبجاحتك. ماشي يا مدبول هديك حق التوصيل اما ترجع، بس لازما وحتما ولا بد وهلبات تبلغوا الكلام ده النهارده قبل بكره. مفهوم يا مدبولي؟ يلا مفهوم على الله. أنا مش فاهم إيه اللي قالك يا عبد الله بيه، مع إن المسائل ماشية زي ما إحنا رسمينها وقت كمان، وهيخش الشبكة هيخشها. لا 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 يا دكتور سعيد، الولد ده من ساعة ما شاف هشام عندي هنا والمبلغ اللي إداهولك يخليني أقول أكيد إنه داخل لهدف، وهدف خطير جدا. عبد الله بيه ممكن يعمل إيه؟ ده لو وقف على إيديه وجاب سلالم طلع السما اللي عندنا أبعد من نجوم السهم، وإنما دخل الخية مش هيطلع منها إلا لما يدينا اللي إحنا عايزينه وأكتر كمان. أدخل. في واحد يا فندم عايز يقابل حضرتك، بس شكله بلدي قوي. بلدي يعني إيه؟ واحد إيه؟ ما تتكلمي على طول. واحد بره لابس لبس فلاحين وعايز يقابلك قدام الكارت بتاع حضرتك. أيوة صحيح، ده الكارت بتاعي. ما قالكيش اسمه ايه ده؟ قال لي ان اسمه مدبولي. مدبولي؟ طيب خليه يدخل بسرعه. حاضر يا فندم. يطلع مين مدبولي ده؟ هو ده اللي هيخلينا نحط ايدينا على كل خيوط اللعبه يا دكتور. انا مستنيين فارغ الصبر. ولع لك شمعة بدل ما تقعد في الضل. شكل قوي فاهم، انت ما نمتيش ليه؟ قلقانة مش جايلي نوم. ايه اللي قالك؟ حاسة انك مش مبسوط، وزي اللي تكون شايل حاجة تقيلة على صدرك. انا لا مبسوط ولا دياوله، كل الحكاية بس ان انا تعودت على ان انا انام متأخر. يعني كده انت ترتاحي وما تعتليش. راحتك هي راحتي، والفرحة الكبيرة لما تبقى مبسوط وسعيد. أنا يا ستي مبسوط ومرتاح قوي، مش ده كفاية عشان تروح ترتاحي؟ كفاية. تصبح على خير وعلى سعد وعلى هنا، وتصبح سيد الناس كلها. تصبح على خير.
ملا مالك يا ولد؟ معوصر؟ معوصر؟ طب عاوز ايه؟ في حد هنا؟ لا مفيش حد هنا؟ فكيت؟ خلاص؟ مش تاني يا ابني لو تخلص يا ابني لو تخلص يا ابني يا ابني تعالوا ورايا لا 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 سعيد. ايه الاخبار؟ حاجة غريبة يا عبدالله بيه. فص ملح وداب. ملوش اي اثر في العنوان اللي ادهولنا جدع اللي اسمه مدبولي ده. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بقى حتة واد زي ده يضحك علينا؟ الله. طب مصلحته ايه انه يكذب او يضللنا؟ لا 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 يا دكتور. انتوا اكيد غلطانين في حاجة. يا فندم ابدا. سعادتك عارف ان التقصير غير وارد بالمرة. وعمره ما حصل بالفعل ما حدش موجود والعلم سعادتك ان في ناس من رجالتنا موجوده هناك لحد دلوقتي وما حدش فيهم اداني اي خبر طيب طيب يا دكتور سعيد لما اجي انا هتصرف ايه ده انت خارج ولا ايه؟ يا حبيبتي نازل مصر مصر؟ انت كل يوم والتاني هتنزل مصر؟ معلش حبيبتي انت عارفة بقى شغل ما بيرحمش طب هتنزل كده على لحم بطنك لا اكلتلك لقمي ولا حتى شربت الحليب معلش مفيش وقت سلام مالك يا رشا؟ لا مفيش حاجة مفيش حاجة ايه؟ شكلك قلقان بيك يعني زهقانة شوية طب حبيبتي مدام زهقانة انزلي روحي النادي كلمي واحدة صاحبتك واخرجي معاها اتفسحوا في أي حتة روحي سينما حاضر يا بابا حاضر هاخد بس يمكن بعد شوية رشا أنا مش عجباني الحبسة بتاعتك اللي أنت حبسها لنفسك دي
لازم تخرجي، لازم تشوف الدنيا، لازم تعيش الحياة يا حبيبتي. حاضر يا بابا، ما تقلقش نفسك. وبعدين معاك، أنا مش عايز أشوف القلق ده تاني على وشك. حاضر إن شاء الله. طيب اسمحي لي بقى أروح مكتبي علشان عندي ميعاد مهم أوي. أوكي. أوكي. على فكرة أنا لو اتأخرت من المكتب وما جيتش على غدا ما تستنينيش. أوكي. تحب أبعت لك غدا من أي أوتيل؟ لا يا بابا متشكرة، أنا هتصرف. تصرفي فعلا؟ طب ازاي امشي بقى من غير الابتسامه الحلوه بتاعتي؟ كده باي باي.